ولحظة في حياتي استلم دراعي بيتشو. الو، بقول الو بدل ما افتح الباب. اتفضل. ايوه اتفضل. لازم البطاقة. لازم البطاقة. كما درع اليوتيوب. درع اليوتيوب. ثواني طيب هجيب لسه الشنطة عشان ادي لك البطاقة. البطاقة اتفضل. امضي لك على الورقة. امضي لك فين؟ قولي. اي حتة؟ امضي لك في اي حتة باسمي؟ شكرا. انا اسفه معلش. شكرا. درع اليوتيوب. درع اليوتيوب. ال 100,000 100,000 100,000 يا جماعه، ال 100,000 خلاص. اخيرا 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 احلى خبر في حياتي. ده ما كتبت او كان قايل لي اللي رتب التاريخ. ما كتبتش التاريخ ولا كتبتش حاجه، انا اديت له اسمي وخلاص. مش ممكن. تعب 3 سنين، تعب 3 سنين. خلاص خلاص خلاص. الف حمد وشكر ليك يا رب. الف حمد وشكر. احلى صباح ده ولا ايه؟ احلى درع يوتيوب ده ولا ايه؟ يا ربي على الفرحه. يا ربي انا لسه صاحيه من النوم وصحيت على تليفونك يا محب يا محب. يوتي كوميو على حلاوته. مش قادره يا جماعه. يا رب عقبالكم كلكم وعقبال كل حد بجد بيتمنى اللحظه دي يا رب يوصل لها. ومش عارفه اقول لكم ايه. انا مبسوطه جدا مبسوطه جدا مبسوطه ان انا يعني مش عايزه اقول لكم والله العظيم بجد ازاي انا فرحانه والله مش قادره. قعدت 3 سنين 3 سنين يا جماعه، 3 سنين شقه، 3 سنين تعب، 3 سنين انا اللي بصور وبمنتج وبتكلم مع الناس. رحنا مصر الجديده والوكاله ومدينه نصر ورحنا في كل حته، اتكلمنا مع كل حد، رحنا هنا ورحنا هنا. وانا مش قادره مش قادره بجد والله مش قادره. انا بجد مبسوطه وفرحانه جدا ان انا عملتها لوحدي. عملتها لوحدي. عملتها لوحدي. يا حبيبي وحشتني وحشتني. مش عايزه اقول لكم انا فرحانه قد ايه بجد. النجاح طعمه حلو قوي وبالذات لما يكون بتعب يا جماعه. وحياه ربنا لما يكون بجد بتعب الواحد شقي وتعب بجد كتير. اقسم بالله شغلانتنا دي مش سهله وحياه ربنا ما سهله ابدا. وكل اللي بيشتغل نفس المحتوى بتاعي اكيد عارف نفس الكلام اللي انا بقوله ده. فعايزه اقول لكم ان انا والله الواحد ما وصلش ل 100,000 بسهوله، ما وصلش ل 100,000 نهائي بسهوله يا جماعه. وحياه ربنا ما وصلش خالص ل 100,000 كده. الواحد كان بيسهر ويتعب وينزل ويطلع حتى في عز الصيام والله والله. كل ساعات بنفطر في الشارع وساعات انا كنت بفطر وبنزل اصور. عايزه اقول لكم ان ما حدش اصلا يعني علمني اي حاجه في اي حاجه. انتوا متخيلين ما حدش علمني اي حاجه غير 2 بس في حياتي، هما اللي انا اتمنى يعني ممنونه لهم بالشكر. دكتور مصطفى. طبعا دكتور مصطفى انت بجد حد جميل. انت اول حد قعد معايا واول حد فهمني كل حاجه واول حد شجعني خالص خالص على الفكره وقال لي كل حاجه بما يرضي الله. انا مش عارفه اقول لك ايه. وحياه ربنا بحبك قوي. شكرا شكرا يا دكتور مصطفى. والباشمهندس محمد. الباشمهندس محمد شرف هو كان زميل ليا في كورس الانجليش طلع في الاخر داري. هو برضو اول واحد يعني محمد بجد انا بحبك قوي. شكرا بجد. اول واحد قعد معايا وقعد يحاول كتير ان احنا ازاي نفتح قناه اصلا، ما كانش في اي معلومات عن اي حاجه في اي حاجه. هما الاثنين دول اللي اهم 2 في حياتي. عايزه اقول لكم اللي هما كانوا الفضل عليا، فضلهم عليا كبير اللي انا اتشجع وافتح قناه واوصل للي انا وصلت له ده. هو دكتور مصطفى وهو الباشمهندس محمد. بجد انا بحبكم قوي. ولا هم قرايبي ولا هم كانوا صحابي في المدرسه. هو يعني بجد والله دكتور مصطفى عرفته عن طريق الفيسبوك من متابعينه يعني،
وما شاء الله حد جميل ولطيف ومحترم وابن ناس قوي 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 وحد شبعان قوي 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 بيدي من قلبه. اداني المعلومه والله والله كان واخد كورس قبل كده عند قناه معروفه ومشهوره، اداني كل حاجه اخدها في الكورس، جاب الاجنده معايا واداني كل حاجه اخدها في الكورس، ما بخلش عليا بكلمه، ما بخلش عليا بحرف. دكتور مصطفى انا بحبك قوي بجد، ربنا يا رب ما يحرمك من اي حاجه في الدنيا بتتمناها، ربنا يا رب يسعدك دنيا واخره. انا عارفه ان انت مسافر دلوقتي بره مصر مش موجود، انا كان نفسي تبقى معايا بجد عشان يعني تفتح معايا انت الدرع، وحياه ربنا انا من غيرك ما كنتش وصلت للحظه دي، لولا تشجيعك ليا والمعلومات المهمه اللي انت قعدت تديها لي واداني كل حاجه من غير مقابل. انتوا متخيلين؟ اه في ناس بتدي من غير مقابل والله عادي، لا انا لحد دلوقتي اه بدي من غير مقابل. عايز اقول لكم ان انا محظوظه، انا حد محظوظ قوي ان انا مش عارفه اتكلم، انا حد محظوظ بجد ان ربنا وقفني في الولاد الحلال، وقفني دكتور مصطفى، وقفني محمد، وقفني ناس كتير بتشكرهم في بداياتي خالص، سمحوا لي ان انا اتصور معاهم او اصور لهم يعني مجانا عشان اتعرف. يعني عم صلاح كوتونيل انا بتشكره لان هو ما كانش اصلا حد يعرفه خالص، انا اللي قعدت اقنعه بالفكره. عم محمد شيخ العبيات اللي هو في الوكاله قعدت اقنعه برضه عشان بالفكره. رحنا صورنا في العتبه مع ناس كتير، صورنا في مصر الجديده مع ناس كتير، صورنا في بدايتنا خالص ببلاش، ناس متابعاني بقى من 3 سنين عارفه ان انا كنت بصور اصلا ببلاش، بس دلوقتي مبقاش ببلاش بقى خلاص اتعرفنا. تمام. عايز اقول لكم انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد، يعني بشكر كل حد دعالي فيكم من انا معرفوش بس هو يعرفني، انا بهديله برضو الدرع ده، يعني كل حد عرفني وانا معرفوش شخصيا يعني من المتابعين عندي، ان هو دعالي ان انا اخد الدرع، دعالي ان انا يبقى معايا مليون، دعالي بكل حاجة حلوة. انا مش عايزة افتحه دلوقتي غير لما ان شاء الله بإذن الله هفتحه مع ناس هم عارفين نفسهم، ده مش هيتفتح غير لما معاهم. تمام. فان شاء الله باذن الله ده هيتفتح معاهم، مش يعني مش هقدر افتحه لوحدي انا، بس حبيت اوريلي الشاشه اللي انا الحمد لله معايا درع اليوتيوب، معايا 100,000 واكتر دلوقتي الحمد لله متابع على اليوتيوب. انا مش عارفه اقول لكم ايه، شكرا لكل اخ واخت، شكرا من قلبي بجد لكل حد شير لي، لكل حد دعالي ان انا اخد الدرع، لكل حد فضل يقف جنبي انا معرفهوش خالص وشير كتير وعشان الناس تعمل سبسكرايب. شكرا لطنط ميرفت حبيبة قلبي، شكرا يا طنط عشان هي برضو قعدت قبل الالف كان ناقص لي، قبل الميت الف ناقص لي الف، كان قعدت تساعدني وقعدت تشير لي ناس كتير. طنط ميرفت انت حبيبتي خمسة مام، انت حبيبتي بجد ومشكرة ليكي قوي، ما تحرمش منك ابدا يا رب ولا من وقفتك معايا، فضلت تشير لي كتير 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 جدا عشان خاطر يعني اوصل للميت الف واخد الدرع بتاعي من حلمتي ليكي. بصي بيج هديه يا طنط، بيج هديه، انت حبيبه قلبي يا طنط ميرفت، انت حبيبتي، فانت ليكي بيج هديه كده كبيره لوحدك 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 تاخديها لوحدك. انا بهدي الدرع ده يعني بصوا لكل حد، لكل حد عندي وحياه ربنا، لكل ال 100,000 وشويه وشويه اللي فوقيهم دول عندي. بقول لكم ان انتوا السبب اللي انا اوصل لده، انتوا السبب من بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى ان انا اوصل لده، دعمكم ليا، ثقتكم فيا، وقفتكم جنبي، الناس اللي كانت بتدعي لي دايما من قلبها وتدعي لماما عشان هي ماما تعبانه بجد ما تحرمش منكم ابدا. مش عايزه اقول اسماء وانسى اسماء عشان محدش يزعل مني، انا هخصكم كلكم. تمام. وبالنسبه للناس اللي بتدعي لي والله بشوف انا وبقرا كل حاجه، انا ببقى عاجزه عن الشكر، عاجزه اللي انا اقول اي حاجه وحياه ربنا والله العظيم مش عايزه مش عارفه اقول ايه، بس يعني بجد ما تيأسوش وحياه ربنا بجد اتعلموا وما تيأسوش. واللي عايز يفتح قناه على اليوتيوب دلوقتي يا جماعه سهل ان هو يفتح قناه جدا 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 على اليوتيوب، وسهل المونتاج، ما تخلوش حد يوقفكم، ما تخلوش حد يقول لكم عيب ومش عيب، ايه العيب في كده، احنا بنطلع محجبين اهو بكم يا جماعه وبنطلع نفيد الناس، يعني ما بنطلعش نعمل اي حاجه. وبمناسبه بقى الموضوع ده، بمناسبه موضوع اليوتيوب والناس اللي كانت بتقعد تسالني طب اتعلم من فين المونتاج، طب اتعلم من فين التصوير، طب انا عايزه اوصل زيك ل 100,000 بس بسرعه يا نور، مش عايزه اقعد 3 سنين والكلام ده. طيب بصوا يا جماعه في كورس حلو قوي قوي
دلوقتي بيتعمل ان شاء الله باذن الله، والمسابقه دي او العدد هيبقى ان شاء الله يعني باسباقيه، يعني العدد هيبقى المحجوز باسباقيه الحجز، تمام؟ ان شاء الله باذن الله الكورس ده هو عامله مذيع مصر، في ناس تعرفه وفي ناس ما تعرفش مين مذيع مصر. مذيع مصر هو استاذ عبد الرحمن الصافي. استاذ عبد الرحمن الصافي هو مؤسس قناه او صاحب قناه مذيع مصر فيها اكتر من 500,000 مشترك واكتر من 100,000,000 مشاهده. النهارده لاول مره انا جالي الخبر ده امبارح، والله العظيم لو كنت عارفاه قبل كده كنت زعته عندي. بصوا يا جماعه، ان شاء الله ان شاء الله هو عامل كورس حلو جدا جدا جدا، كل الاعمار تقدر تشترك فيه وسعر رمزي جدا، تمام؟ بس انتوا قبل ما تشتركوا يا ريت تقولوا، يعني قبل ما تروحوا يعني تحجزوا او تستفسروا، بقولوا اللي انتوا من طرف قنوات فيها حاجه حلوه مع نور، عشان باذن الله يكون لكم دعم سبيشاليست، يعني معلش انتوا جايين من طرفي يعني مش اي حد، تمام؟ بس فان شاء الله اسيب لكم رابط البوست بتاعه في صندوق الوصف في الكومنت المثبت، تقدروا اللي انتوا تحجزوا عن طريقه، وتقولوا طبعا اللي انتوا من طرف قناة فيها حاجة حلوة مع نور، عشان هو والكاست يبقى عارف اللي انتوا جايين من طرف مين، عشان يتوصى عليكم من الاخر كده. وان شاء الله تعجبكم الفكرة بتاعته، هو هيبقى فيه استوديو، هيبقى فيه كل حاجة، كل حاجة انتوا محتاجينها في اليوتيوب، كل حاجة، ازاي تعملي قناة اصلا، ازاي تمنتجي، ازاي توصلي باقل وقت ممكن للمية الف، تمام؟ ازاي تختاري المحتوى المناسب ليكي، ازاي اللي انت ان شاء الله باذن الله يبقى ليكي يعني حاجة كيان الناس بعد كده تعمل اعلانات عندك، وازاي تسعري سعر الاعلان، وازاي اللي انت تبقي براند. براند يعني ايه؟ يعني تبقى علامه تجاريه، يعني اللي هو موثقه، العلامه الزرقاء الموثقه دي اللي بتبقى موجوده عند الناس اللي عندهم فوق ال 100,000 و 100,000، تمام؟ كل التفاصيل دي هو استاذ عبد الرحمن هو هيقولها ان شاء الله في الكورس بتاعه اللي هيعمله. فهسيب لكم تفاصيل الكورس ده في اللينك المثبت او الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف، عشان خاطر اللي انتوا حابين تدخلوا تسالوه في اي حاجه تسالوه. وباذن الله باذن الله اي حد من متابعيني، انا شخصيا اي حد من متابعيني هيبقى ليا يا جماعه وضع خاص تماما في كل حاجه. فيا ريت اللي انتم بتحجزوا تقولوا اللي انتم من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور، عشان يبقى ليكم ان شاء الله دعم، ويبقى ليكم حاجات سبيشاليست باذن الله هتبقى مميزه، تمام؟ مش عايزه اتكلم في تفاصيلها غير لما انتم تحجزوا ان شاء الله، ماشي؟ وهتلاقونا اكيد معاكم هناك، يعني يوم ان شاء الله ما هتبقوا تحجزوا وتبعتولي على رقم الواتساب او على الفيسبوك تبع القناه، انا هسيب لكم كل حاجه تبعي، تقدروا اللي انتوا تكلموني وتقولوا لي هتبقوا هناك امتى، وعايزه اشوف العدد تبعي هيبقى امتى هناك، عشان انا هكون حاضره باذن الله، تمام؟ ومتشكره من قلبي بجد، ومش عايزه حد يحبطكم. انا ناس كتير حبطتني، ناس كتير يأستني بجد، من عيلتي، من عيلتي قبل ما يكون الناس اللي من بره هي اللي شجعتني، الناس اللي من عيلتي هي اللي حبطتني. انا ما سمعتش لكلام حد، وكنت بنفض على فكره لاي حد يا جماعه عشان تبقوا عارفين بيتكلم، واستمريت في طريقي واستمريت زي ما انا ماشيه، وان شاء الله باذن الله باذن الله اللي جاي اقوى من كده واللي جاي احسن من كده مليون الف مره، تمام؟ وعايزه اقول لكم ما تخلوش حد يحبطكم، ما تيأسوش، اسعوا. الطريق مش سهل، الطريق كان صعب جدا على فكره، ما انا قلتش سهل، كان صعب بس مش مستحيل، بدليل اللي احنا استلمناه اهو خلاص. وعلى فكره لوحدي، يعني لوحدي، انا لما بعوز انزل حد معايا في التصوير بكلمهم مخصوص والله، لكن انا بعمل كل حاجه لوحدي، تصوير ومونتاج واختيار اماكن، كل حاجه، واتفاق على فكره، كل حاجه انا بعملها لوحدي. مش عايزاكم مش عايزاكم تيأسوا، اشتغلوا واجتهدوا، خدوا بالاسباب، ربنا اللي قال كده مش انا اللي قلت كده، ربنا قال خدوا بالاسباب، فانتوا خدوا الاسباب وتعبوا واجتهدوا وتعلموا مني وتعلموا من غيري، وخدوها فرصة في حياتكم اللي انتوا تتعلموا من كل اليوتيوبر اللي موجودين دلوقتي يا جماعة، وان شاء الله ربنا يفتح لكم باب رزق. ياما ناس وصلت للدرع ال100,000 والمليون في اقل من سنة، محتوى اقل من سنة. هتقولي لي هو محتوى ساخر؟ حتى لو محتوى ساخر ما تعملي محتوى ساخر محترم، ايه المشكلة؟ ما عندك ناس كتير طالعة محجبات ومفيش اي وبيعملوا في بيوتهم، فما تعملوش بقى كده، ما تحبطوش نفسكم، اشتغلي وتعبي وما تيأسيش، وتعلمي المونتاج وتعلمي التصوير. انا والله 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 اقول لكم، اول فيديو انا كنت بصور بايه اصلا؟ لحظه واحده بصوا عشان تعرفوا، اول فيديوهاتي ولسه كان الكلام ده من سنتين، اول سنتين اهو
اول سنتين ونص من حياتي تمام، او اول سنتين كان بالموبايل ده سامسونج جالاكسي برو. وحياه ربنا القناه دي اتعملت بالموبايل ده يا جماعه، القناه اتعملت بالموبايل ده، وقعدت عليه سنتين وانا بصور. وبعد كده جبت موبايل هواوي، قعدت عليه سنتين موبايل هواوي، واس جبت دلوقتي سامسونج اللي انا بصور بيه ده تمام. وحياه ربنا بالموبايل، والله القناه اتعملت دي بالموبايل ده. انتوا متخيلين جوده الصوت والصوره بالموبايل ده؟ انا اول مره اقول المعلومه دي، بس انا لازم اقولها عشان الناس تعرف، عشان الناس تفهم ان مش كل حاجه كاميرا، مش كل حاجه اضاءه، مش كل الاضاءه طبعا مهمه، الصوت لازم يبقى واضح، بس مش الكاميرا هي اللي هتخليكي تنجحي، مش الكاميرا او جوده الكاميرا هي اللي هتخليكي توصلي للمليون. انا هي مهمه ما قلتش لا، بس اللي مش قادر يجيب كاميرا يا جماعه، انا ابتديت بده وحياه ربنا، ده كان بدايتي سنتين بصور بيه، اقسم بالله العلي العظيم سنتين بصور بيه تمام. وما كنتش جبت مايك على فكره، لسه المايك واخداه هديه من حد من قريب، وحياه ربنا بقاله بتاع 3 شهور 4 شهور انا ما عنديش مايك. عمري ما اشتغلت مايك، عمري ما اشتغلت مايك في حياتي. يوم ما استخدمت مايك الموبايل برضو، فسامسونج برو جالاكسي سامسونج اللي هو جي 7 برو، كان موبايل جي 7 برو سامسونج، هو ده اللي انا استخدمته في تصويري. فما تخلوش يا جماعه يعني ما تخلوش الحياه تخدعكوا، الابسط من كده. اللي معاك صور بيه، اللي معاك صور بيه واعمل مونتاج حلو وظبط الاضاءه، وانا الصوت اهو بتكلم من غير مايك. ما تخلوش حاجه توقفكوا، ابداوا، مستنيين ايه؟ موقفه الموبايل على ترايبود، الترايبود دوت يا جماعه اشتريته، والله 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 ما كملش 6 شهور، ما كملش 4 شهور ما كنتش بصور بترايبود كمان، انا لسه شاريه من قريب يعني. برضه مش عارفه اقول لكم ايه، اضطرارا برضه، اضطرارا اشتريته من قريب لما كنت بصور حلقه مهمه مع واحده صاحبتي اسمها دكتور هبه، صاحبه قناه او صاحبه لينك دكتور ميديكال، دكتوره صيدلانيه، عشان لو حبيتوا برضه تشوفوا حاجتها، بتبيع حاجات اوريجينال وكلها تحفه جدا تمام، هسيب لكم اللينك بتاعها. فعايزه اقول لكم ان الموضوع ما بصوا يا جماعه بسيط، وحياه ربنا الحياه ابسط مما تتخيلوا. الحياه مش عايزه اقول لكم ان هي مش محتاجه توقفي الدنيا عشان خاطر مش معايا كاميرا، انا مش معايا مايك، انا مش معايا مش عارفه ايه، اتعلمي من غيري، احضري كورس دلوقتي زي اللي احنا بنقول عليه، زي كورس استاذ عبد الرحمن الصافي هيعمله ان شاء الله قريب، احضريه يعني بسعر رمزي جدا، احضريه وشوفي تفاصيله ايه واحضري الكورس ده. عايزه اقول لكم وحياه ربنا هتستفيدوا، هتغيروا من حياتكم، هتغيروا من اسلوبكم. الحياه مش صعبه، اللي انتوا توصلوا للي انتوا عايزينه، بس المهم عافر حاول تنجح. ده كلام او ده ستاتيوس استاذ عبد الرحمن صافي، هو حاططها عنده على الواتساب، اي حد طبعا يقدر يدخل يشوفها يعني. هو دايما من الناس اللي هي ما شاء الله يعني ربنا يزيدها، من الناس اللي هي دايما يعني عايزه اقول لكم برضو كانت بتصور بنفسها، بتشتغل بنفسها كل حاجة، بتعمل الإعداد المونتاج التصوير، بتختار كل حاجة بنفسها وحياة ربنا. والكلام ده هو هيقوله لكم بالتفصيل لما تبقوا معاه في الكورس. الثلاث كلمات دول خلوهم في حياتكم زي ما هم كانوا في حياتي لما كنت بشوفهم عنده على طول. حاول عافر تنجح، حاول، انت عمرك ما هتنجح غير لما تحاول، وعافر لانك عمرك ما هتوصل غير لما تعافر، وهتنجح في الاخر، اللي مفيش مفر بعد المحاوله والمعافره انك تنجح تمام. فانت حاول عافر، وان شاء الله ربنا هيديك كل اللي انت عايزه اكتر. انا ممتنه قوي للحظات والدقايق اللي انا بتكلم عليها دي، ممتنه ليك يا رب، ما تحرمش منك يا رب بجد، مش عارفه اقول لك يا رب، متشكره قوي، الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك، وربنا يفرح كل حد لسه ما وصلش للدرع. وابعتوا لي الناس اللي محتاجه لسه قنواتها محتاجه ساعات بسيطه او محتاجه حاجات بسيطه، ابعتوا لي وانا هدعمها عندي في فيديوهات، وهدعمها عندي بالمنتدى لحد ما تكملي بقيه ساعات بتاعتك، ولحد ما تكملي السبسكرايب بتوعك انا هدعمك ان شاء الله، وهتكلم على قنواتكم لحد ما توصلوا زيي. وانا اسفه طولت عليكم جدا، سامحوني، انا اسفه، بس يا ربنا يدوقكم فرحتي، ربنا يحقق لكل واحد خير وجواه نضيف، اما الناس التانيه اللي هي بلاك توصلش، فربنا برضو يعني يحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه، وكل حد
بيعافر ومتكل على ربنا سبحانه وتعالى، اكيد هيوصل وهينجح. وانا بهدي الدرع ده لناس برضو عزيزة على قلبي وكان نفسها تحتفل معايا بالكلام ده، بهدي لكل امواتنا المسلمين حبايبي انا قرايبي، بهدي لجدودي لجدي عبد المنعم والتيتا نور حبيبتي انا حبايبي كان نفسي تبقوا معايا عشان اوريكم الدرع واتصور معاكم، بهدي لجدي جلال وتيتا امينة الله يرحمها برضو عشان كان نفسي برضو يبقوا معايا واحتفل معاهم، بهدي لابن خالتي الله يرحمه محمد وابن خالتي يحيى الله يرحمه وابن خالي عبد الهادي الله يرحمه، كل دول شباب وتوفوا من عيلتي انا بهديها لكم برضو، كان نفسي تفرحوا معايا وكان نفسي نتصور سوا بجد نشوفكم في الجنة، وديه لخالته والله يرحمك خالته بحبك والله بحبك او الله يرحمك خالته نادية برضو بهديها لها، انا كان نفسي تبقوا معايا برضو وكان نفسي تنبسطوا معايا زي ما انا انبسطت، انتوا بجد في القلب وعمركم ما بتتنسوا ابدا، انا بحبكم كلكم يا رب ان شاء الله يجمعنا بيكم في الجنة على خير، واشوفكم ان شاء الله في الجنة عمرنا ما بننساكم والله، انتوا في القلب انتوا في القلب، وعم شحات وعم عبد الله وعم عبد الحميد الله يرحمكم كلكم انتوا في القلب، انتوا عمركم ما هتتنسوا وانا عمري ما نسيتكم، وان شاء الله انتوا اكيد بتشوفوني دلوقتي وانتوا اكيد حاسين بينا صح اكيد يعني، بجد كلكم بحبكم ربنا يرحمكم ويجمعنا بيكم على خير، انا حبيت اذكركم عشان انتوا ناس مهمه في حياتي وانا بحبكم قوي بحبكم قوي ربنا يرحمكم، وشكرا لبابا وماما، شكرا لاخواتي، شكرا لكل حد من قرايبي العالي، شكرا لكل حد شيرني، شكرا ليكم مش عايزه اذكر اسماء، شكرا ليكم كلكم، شكرا ليكم كلكم بجد، الدرع ده لعيلتي ولاصحابي ولكل حد عندي، هو مش نجاحي انا لوحدي، نجاح كل حد كان ورا الكواليس كان واقف جنبي بطريق مباشر او طريق غير مباشر لننجح، انا بتشكرك من قلبي وربنا نولكم السعادة زي ما انا نلتها، واستنونا بقى عشان هعمل فيديو مهم جدا بعد كده عشان خاطر اشكركم بطريقتي بقى، انا قلت بس احتفل بس كده عشان اوريكم حاجة كده يعني على الواقف زي ما بيقولوا، والله لسه ما فطرت انا صاحية بالتليفون على من صاحي اصلا عليه هو على رقمه وهو بيتصل بيا بيقول لي انا جاي اسلمك كده، الف حمد وشكر ليك يا رب، اشوفكم بقى على خير واستنوني عشان خاطر اشكركم بطريقتي، استنوا اللي جاي بحبكم كلكم.